المعركة ما انتهتش، المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا اللي انا بعتبره هو العدو الحقيقي، الوعي المنقوص او الوعي المزيف. محتاجين دايما ان الصورة الكلية والوعي الحقيقي لما نحن فيه يكون متصاغ جوه عقول ونفوس المصريين الاسوياء.